يطلعوا في الآمنين تضربوا في العزايز وفي الشيابين، عجزة راقدين في مستشفى تضربوا فيهم. هذه فرسنة الفرنسيين، هذه فرسنتكم يا دوغو، يا أنت الخسيس الآخر، حشاك أن تكون مصطفى، والله ماك مصطفى. شنو يكون موقفك؟ تعب أنك أنت يعني تعب، وأنت يا عساوي يا وسخ ويا رزيل، أنتم اللي برا تعبوا أنكم بتحكموا ليبو هذا ودخلتوا بالطريقة هذه. ما هادين احكموا يا ليبيين، تفضلوا. شرايكم يا عرب الشرق؟ شرايكم يا عبيدات؟ تركبوا في دين الإنجليزي، وانتم يا براعصة تركبوا في دين عادي عندكم، عادي الأمور عندكم. نكتبوا تاريخ ليبيا من جديد، ونشطبوا الماضي اللي كانوا، تمسحوا تاريخكم بجرة قلم. يا أسفي على الرجال، يا أسفي، يا أسفي على الرجال، قديش أصبح وجودهم نادر في هذا الزمان. خسارة والله، والله خسارة. قديش الواحد كان كبير في عيون الناس، قديش كان تنزلوا للحقارة، ترضوا لأنفسكم، تنزلوا للندالة والحقارة والوساخة. شن بيصير أكثر ما صار؟ شن بيصير؟ تعرفون إحنا، تعرفونه، تعرفون زنابير الرصاص هذه. كملنا، شن المشكلة؟ كملنا في سفاليبيا، تستاهل مهرة غالي بلادنا، ومهرة غالي تستاهل. ألصق في ديل أمريكي أنت ولا ديل فرنساوي يمسح فيك النجاسة، تعقلوا ورا نساوينكم. ألا لعنة الله على الظالمين. والله يعني قبل نقول حشية قبائلنا، لكن وينها قبائلنا؟ ما نستجدوا، والله ما نفورد واحد، ولا نستجدوا ولا نندهوا ولا نقولوا تعالوا لنا. طز 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 طز، اللي بيجي هذا وطنع، واللي ما جاي يرمي في زبالة التاريخ إن شاء الله. لا عاد روح شوفوا، حدا القائد في وسط شعبه، في وسط ناسه، وفي وسط هلا. لا في بريطانيا، لا فرنسا، لا امريكا، ولا انتم يا اوغاد يا اوباش البشر تحلموا انكم تحولوا. وجوك اصحاب الشوك، جوك. قعدت تعيط، تعالي لي يا امريكا، تعالي لي يا، تعالي لي، تعالي لي برا، مش تزوبيلك ووقوفك وتشريكك في الصوره، زود. والله لا ولا يا حرام قتلكم، والله أني واحد لو يشاوروني أنتم حرام يقتل فيكم، لأن اللي هيك ما يقتلوش ما يستاهلش الرصاص، والله ما تستاهل الرصاص. الرصاص للرجال، لكن اللي هيك ما يعطونش الرصاص، والله ما تستاهلوا. زمان أيام الغزي يحكي لي واحد، قال لي ثلاثة ماشيين أربعة ماشيين نغزو، قال ضربين شاهة غزال ونزيحوا، قال طلعنا من خور، وين وصلنا الخور هذاك؟ قال لقانا نشبحوا في واحد عند مطروع مهمرة، قال لني عمايا واحد زوز خوت، جميع أربعهم زوز خوت واثنين لا، قال قربنا، قال حط المطر وخذها بندقته، قال يلا بيني وبينكم الرسول هذه المطر خذها، كانت بمي كان مادن يرى ما عندي شيء. قال قلنا لهم سيبوا يفوتوا واحد من الخوت، قال لا كيف عماه المرا، قال نتق منهم كذي، قاع مزدرك بنص طربقة، طربقة جا ساقط بيناتهم، قاعد يعيط هذاك اخوي ما اخوي، قال ململنا، وهذاك دار المرأة في ركنه عده، قاعد يخطوا فيه حلف، قال نجيب نقتل على قبر اخوي. قال بنادق نحن الاربعه، قال جينا لقينا ضارب شاهد غزال، المرأة تقدد قالوا تشوي، قالوا هو متكي على جذع شجره، قال جينا ختلنا ختل لين شدينا، قال شدينا كتفناه والمكتف ما يقدرش يجري، ما حلف قال نقتل على قبر اخوي، معناه بيرفعوه للقبر، مسافه بعيده شوي. كتفوا وراني وحطوا فوق البنادق الخمسه، بندقته هو بندقت الاربعه هذيكم اللي مات والثلاثه اللي قاعدين، ولا وهو والمراه قالت حادي فينا تمشي وتنغنغ هيك شوي، قال وحنا نضربوا فيه، قال ماشي نحوشوا فيه باش نقربوا للقبر اللي، قال وين قريبت المراه عقبت، قال فتحت ايدي قال صفقتها، قال منين ضربتها، قال التفت لين شكش كان على ظهر البنادق، قالوا تير بالبنادق الأربعة، بنادق الخمسة على ظهرها حتى بندقته. المرأة الموس اللي تقدد فيه ينسوع عندها، دور ولا لها، قال لها الموس، وقفت وين جيت لها ضربت الكتاف بالموس،
زرع على البنادق وتلف من دقدق، قال لهم كل واحد يوقف، وقف وسطرهم الاخرين، قال لهم وين اللي ضرب المرأة؟ قال قلت لي، قال لي اطلع هنا، اللي يضرب المرأة ما يجيش رقبه، علي اليمين انت ما تجي رقبه، ماني قاتلك. لكن اليد اللي ضربت المرأة لابد نقصها. قال قص لي ايدي، عفست عليه من ورا، قالوا قص لي ايدي من هنا، مش وحده حاميه، قال حطها في الملال، قال وين نط؟ لقيتها هارد اللي بخيطه، قال لي برا، اللي احنا ما جيش عند نرقب، اللي يضرب المرأة ما يقتلوش. تحتموا ورا نساءكم، انتم عندكم تاريخ، تحتموا ورا الابرياء ورا النساء والعجايز والضعف. كانت الناس لما تبرز بالسلاح تخطف البيوت، تخطف الجوع، باش ما يخلعوه مش خلع، وما يضربوش الراجل له في وجهه. تلبدوا تسقروا كيف الفيران والوعد ورا العزايز ورا النساوين ورا اخر شيء فرنسا. لا حول ولا قوه الا بالله. معانا بنت جدابيه على ما اعتقد على التليفون.